مساء الخير، اهلا بحضراتكم معانا في حلقه جديده من حلقات برنامج شؤون عربيه، وبالتاكيد مقاربات من اكثر من شان عربي نتناوله بالمتابعه والتحليل، بالاضافه الى ما سوف نخصصه خلال هذه الحلقه من وقفه حواريه للتطورات الجاريه في الشان السوري. هنبدا مع حضراتكم جولتنا الاخباريه المعتاده، في البدايه بالجوله الافريقيه المرتقبه يوم الاثنين القادم ان شاء الله للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتستغرق 4 أيام وحتشمل أكثر من محطة: تنزانيا، رواندا، الجابون وتشاد. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس الإفريقية تأتي في إطار الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية بدول القارة السمراء في المجالات كافة، وتكثيف التواصل والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة، فضلا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. نتعرف على المزيد من خلال استضافة سعادة السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الإفريقية، تنضم إلينا عبر الهاتف. بعد التحية سعادة السفيرة، يعني مصر في العمق الإفريقي وإفريقيا في جدول الأولويات المصرية، وبالتأكيد ملحوظ في الفترة الأخيرة انفتاح مصري على إفريقيا، كيف يتكرس ذلك خلال الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من دولة إفريقية تبدأ يوم الاثنين القادم إن شاء الله؟ يعني هو زي ما حضرتك ذكرتي الآن أنه العلاقات الثنائية بيتم تعزيزها من خلال يعني عدة سبل، أهمها هي الزيارات التي تتم بين المسؤولين في دولتين، وخاصة لو كانت الزيارة على المستوى الرئاسي ده بيبقى أعلى مستوى من مستويات الدبلوماسية. والحقيقة أنه برضو القارة الأفريقية لها طبيعة خاصة، أنه العلاقات الشخصية بتؤثر جدا على مجريات العلاقات بين الدول، لانه يعني الشعوب الافريقيه بطبيعتها هي شعوب ليها طبيعه حميميه، وبالتالي ده بيتاثر، وخصوصا ان احنا كان الفتره السابقه كان في شكل من اشكال الغياب او عن القمم عن الزيارات الرئاسيه، وده كان بيفسر على انه تهور. فبمجرد انه زيارات زي دي، وهي دول يمكن طبعا تشاد كان في حصلت زيارات قبل كده، لكن مثلا الجابون او تنزانيا، رواندا، رواندا هو نفسه زارها كان في القمه الافريقيه السابقه، لكن هي دول فعلا كانت غير مسبوقه بالنسبه لنا على المستوى الرئاسي. فمجرد التوجه اليها ده في حد ذاته بيحقق ينجز خطوات الى الامام في سبيل يعني تعزيز العلاقات. احنا اولا دولتين منهم من دول حوض النيل، ودوله زي تنزانيا فيها من الفرص الاستثماريه اللي هي ممكن رجال الاعمال المصريين يعني يحصلوا عليها ويحققوا فيها فوائد وارباح ضخمه جدا، لانها دوله بتبني حاليا البنيه الاساسيه بتاعتها كلها، ومن الدول اللي فيها عندها كفاح وحرب ضد الفساد وحرب واضحه. وهي من كان التقى السيد الرئيس رئيس تنزانيا خلال القمه السابقه، واتفقوا على انه يبقى فيه مصنع للادويه مصري، وان هو نعزز العلاقات الاقتصاديه. وبالتاكيد ملف المياه بالاضافه الى التحديات الاقتصاديه هتلقي بظلال كبيره على الاجتماعات اللي هيجريها بالتاكيد الرئيس السيسي خلال هذه الجوله الافريقيه. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سعاده السفيره منى عمر، مساعد وزير الخارجيه الاسبق للشؤون الافريقيه. البيت الابيض اكد ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر ارسال مبعوثيه مره اخرى في مهمه وساطه الى الشرق الاوسط بهدف كسر الجمود الذي تمر به عمليه السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وتضم البعثه الجديده جاريت كوشنر مستشار الرئيس ترامب صهره المكلف بملف السلام بالشرق الاوسط في الاداره الامريكيه، وايضا جيسون كريمبلت المبعوث الامريكي الشرق اوسطي، الى جانب نائبه مساعد ترامب للامن القومي دينا باول. وحنقترب بشكل اكبر من مدى تأثير اللقاءات اللي هتجرى في هذا الإطار المرتقبة من قبل الوفد الأمريكي مع عدد من زعماء الدول الشرق أوسطية من خلال هذا الاتصال مع سيد محمود الهباش مستشار رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للشؤون الدينية. تحياتنا لحضرتك سيد محمود. أهلا وسهلا، حياكم الله. يعني إلى أي مدى تعاولون
على الاستراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة وإرسال مبعوثين أمريكيين في هذه المهمة إلى منطقة الشرق الأوسط لحلحلة الأزمة وربما يعني إحداث نقطة تحول حقيقية في الملف الفلسطيني، هل تعولون على جديد في ذلك؟ في الواقع ليست العبرة بأن تأتي الوفود أو تذهب، العبرة بما ستحمل هذه الوفود من أفكار، إذا كانت الأفكار قابلة للتطبيق أو مقبولة علينا كفلسطينيين ولا تنتقص من حقوقنا أو على الأقل تضع أسس واضحة وأسس متفق عليها ومتوافقة مع القانون الدولي لحلحلة الجمود السياسي، فبالتأكيد سيكون تعاملنا معها تعاملا إيجابيا. لكن إذا كانت الجولة لمجرد إظهار أن هناك حركة ما وأنه لا يوجد جمود، فهذا أمر سيزيد الأمور تعقيدا على ما أتصور. ولا يكفي أن كما قلت أن تأتي الوفود، يجب أن تحمل شيئا جديدا، شيئا يدفع العملية السياسية إلى الأمام. ومواقف يعني المطلوب من الإدارة الأمريكية كان واضحا، أبلغناه للإدارة الأمريكية من قبل عدة مرات. تصاعد الحديث عن هذه المساعي الأمريكية يعني تصاعد الحديث عن هذه المساعي الأمريكية سيد محمود في مثل هذا التوقيت اللي بنشهد فيه انتهاكات متصاعدة كذلك في الحرم القدسي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كيف تنظرون إلى دلالات التوقيت أيضا؟ يعني إذا الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية سواء في المسجد الأقصى أو في مدينة القدس بشكل عام أو حتى في كل الأراضي الفلسطينية، هي جزء من حالة الصراع الذي يفترض أن يساهم المجتمع الدولي في حله، والذي يفترض أن تقوم الإدارة الأمريكية بجهد حقيقي لإنهاء هذه الانتهاكات. لكن إذا كان الحراك السياسي من جهة لا يفعل شيئا والانتهاكات مستمرة، فهذه وصفة طبيعية لتفجير الأوضاع وصب الزيت على النار، لأنه لا يمكن أن يتحمل الشعب الفلسطيني أكثر استمرار هذه الانتهاكات وغياب الأفق السياسي واستمرار السياسات الإسرائيلية المتنكرة للحقوق الفلسطينية. على العالم أن يفهموا، على الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا أن تفهم أن استمرار هذه الحالة من انعدام الوزن ومن الجمود في العملية السياسية جنبا إلى جنب مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي بالتأكيد إلى الانفجار، والانفجار إذا وقع لن يستطيع أحد جماعه. بالتأكيد. أنا بشكر حالك شكرا جزيلا السيد محمود الهباش مستشار رئيس أبو مازن للشؤون الدينية. نتحول إلى التطورات في اليمن. رفض المجلس السياسي للمتمردين الحوثيين مقترح التحالف العربي بتسليم إدارة مطار صنعاء للأمم المتحدة. وقال مصدر عن المتمردين الحوثيين إن مسألة إدارة مطار صنعاء وغيرها من المطارات والموانئ في اليمن حق سيادي لا يمكن التنازل عنه لأي طرف أي مكان. كان التحالف العربي قد دعا الأمم المتحدة الخميس الماضي إلى المساعدة في إعادة فتح مطار صنعاء واستئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء من خلال إدارة أمن مطار صنعاء وضمان مخاوف الحكومة اليمنية الشرعية. ينضم إلينا المزيد من المتابعة سيد هاني مصهور الباحث السياسي اليمني. سيد هاني، كيف تنظر إلى هذا الملف المتعلق بمطار صنعاء وإدارته ويعني شبه التنصل من جانب الأمم المتحدة لتكون مرجعية يعني أو يتم الاحتكام إليها في هذا الملف؟ يعني ما البدائل المطروحة وإلى ما يمكن أن تودي هذه القضية؟ مساء الخير أختي الكريمة عليك وعلى مشاهدي القناة الكرام. بالنسبة لما حصل خلال اليومين الماضية 48 ساعة الماضية، أعتقد أنه كان انحراف غير طبيعي، لأنه كانت المبادرة الحقيقية الأساسية التي تقدم بها المبعوث الدولي إسماعيل الشيخ أحمد كانت الإشراف الطرف الثالث على ميناء الحديدة، والطرف الثالث المرشح أن يكون جهات عسكرية يمنية لم تشارك في الحرب من خلال الطرفين سواء الطرف الشرعي او الانقلابيين في صنعاء. لكن للاسف ظهرت موضوع تشغيل المطار صنعاء وفتح مطار صنعاء كباب من المقايضه للحوثيين، طرحوا هذا المقترح
كمقايضة مقابل فتح ميناء الحديدة، يتم فتح مطار صنعاء. هذا طبعا دخلنا في دوامة جديدة مع الحوثيين. الحوثيين مرة أخرى يضيعون فرصة حقيقية لإنقاذ الناس وإنقاذ الشعب اليمني من كثير من الإشكاليات. ندرك أن مطار صنعاء يعد شريان جدا مهم، سواء لنقل المرضى أو لنقل الطلاب أو حتى لفتح المطار بشكل تجاري لليمنيين. ولكن إصرار الحوثيين على عدم تولي الأمم المتحدة مسؤولية إدارة المطار، أعتقد أنه مسألة أيضا تدخلنا في إشكالية. وللأسف يبقى مصير مطار صنعاء معلقا في ضوء هذا الجدل. أشكرك شكرا جزيلا سيد هاني مصهور، الباحث السياسي اليمني. نتحول إلى المشهد الانتخابي في تونس على خلفية اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية في تونس التي عادت إلى دائرة الجدل مجددا وسط تصاعد الدعوات لتأجيلها. ويرى المطالبون بالتأجيل أن الأوضاع السياسية في تونس غير مؤهلة لإجراء تلك الانتخابات التي تعد الأولى للبلديات منذ ثورة 2011. وفي هذا الإطار قال الأمين العام لحركة مشروع تونس حسن مرزوق إن المشار في تونس ليس جاهزا، المسار ليس في جاهزية حاليا لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد، باعتبار أن تسجيل الناخبين كان في غير موعده وأن نصاب الهيئة المستقلة للانتخابات لم يكتمل، فضلا عن غياب الحوار والدقة حول يعني مسألة الجماعات وأيضا دور البلديات في هذا الشأن. نتعرف على المزيد ومعنا في هذه المداخلة الهاتفية السيد كمال بن يونس الأكاديمي التونسي من تونس. تحية لك. أهلا بك، مرحبا بك. يعني الانتخابات في تونس ما بين الانعقاد والتأجيل، يعني إلى أي مدى تنظرون إلى وجاهة أسباب الفريق الداعي إلى تأجيل الانتخابات وأن التربة ليست مواتية حاليا لعقد مثل هذه الانتخابات في تونس؟ الحقيقة هو في المدة الماضية دعت أسرار كثيرة لتأجيل هذه الانتخابات، بمثل ذلك بعض الأحزاب المشتركة في الحكم وفي البرلمان، لكن الآن وخاصة في عطلة آخر هذا الأسبوع بعض الاجتماعات أطراف سياسية كثيرة، فأنا التيار الغالب هو دعم عقد هذه الانتخابات وأن قد تنقل مع تقديم انتخابات، لأن نسبة تجديد الترشيح في القائمات الانتخابية بالنسبة للمرشحين الجدد كان دون المؤمل، كان هناك توقعات بأربع مليونين، هناك فقط نصف مليون سجلوا، لكن هناك أكثر من 7 ملايين ناخب مسجلين، أي أكثر من الذين شاركوا في الانتخابات الماضية. نعم، يعني في النهاية أيضا تثار أيضا أحاديث حول مسألة عدم اكتمال نصاب الهيئة المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى غياب الحوار وغير ذلك من الملامح ربما التي ينظر إليها بوصفها معرقلة لانعقاد الانتخابات في موعدها وفي مثل هذا التوقيت. جزيل الشكر السيد كمال بن يونس الأكاديمي التونسي. وقفتنا الحوارية الأساسية كما ذكرنا من قبل سوف تخصص إلى التطورات في سوريا. على هذه الخلفية أكد رئيس وفد منصة القاهرة لمفاوضات جنيف فراس الخالدي أن اللقاءات التقنية التي ستسبق الجولة المقبلة من المفاوضات ستنعقد في جنيف ولوزان بسويسرا في 22 أغسطس الجاري، وهناك أيضا اجتماعات مرتقبة في الرياض في 15 هذا الشهر. نتعرف على المزيد في التقرير التالي ونعود إلى حضراتكم للمزيد من المتابعة والتحليل في وقفتنا الحوارية القادمة في شؤون عربية. كونوا معنا. تواصل قوات الجيش السوري تقدمها في عدة جبهات على حساب قوات المعارضة المسلحة من ناحية وتنظيم داعش الإرهابي من ناحية أخرى. الجيش السوري استعاد معظم مدينة السويداء أحد أهم 4 محافظات تقع على الحدود مع الأردن، كما تمكن من بسط سيطرته على جميع نقاط التفتيش الحدودية مع الأردن. تنبع أهمية هذه العملية على هذا الاتجاه بالإضافة إلى تحرير بقعة عزيزة من أرض الوطن، بقطع خطوط الإمداد الأساسي للمجموعات الإرهابية المسلحة. من أهم المعابر لتهريب السلاح والعتاد والإرهابيين إلى الداخل السوري. القوات السورية حررت كامل بادية السويداء بعد طرد عناصر داعش منها،
وتمكنت من السيطرة على عدد من الطرق التي كان يستخدمها التنظيم الإرهابي للإمدادات باتجاه ريفي دمشق ودرعا بين الجنوب الشرقي والشمال الشرقي لسوريا. في غضون ذلك أفادت مصادر عسكرية بتمكن الجيش السوري من بسط سيطرته بالكامل على مدينة السخنة آخر معقل لتنظيم داعش في محافظة حمص، وألحق بالتنظيم الإرهابي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي دمشق وريفها جدد الجيش السوري قصفه العنيف على عدة مواقع تابعة للمعارضة في حي جوبر شرقي دمشق، كما تعرضت غوطة دمشق الشرقية لقصف بعشرات القذائف من قبل القوات السورية. وفي الرقة شمالاً حيث الصراع الدائر بين تنظيم داعش وميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين تركزت في حي نزة شحادة والمدينة القديمة والقسم الشرقي منها، وذلك بالتزامن مع قصف من طائرات التحالف لمناطق التنظيم في المدينة. أهلا بحضراتكم من جديد. بالتأكيد سوف نتحدث عن الدور العربي، المواقف الدولية، ربما أيضا دور المحوري للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مواقف الولايات المتحدة وروسيا وما يخشى من مواجهة بين الجانبين تتكرس في الأزمة السورية وغير ذلك من المحاور نتطرق لها في هذا اللقاء. ووجه تحية لضيفي الدكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي وعضو بتيار الغد السوري، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أوجه تحية كذلك الأستاذ محمد العزبي المحلل السياسي والاستراتيجي بالمركز العربي الإفريقي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني أبدأ مع حضرتك دكتور محمد، يعني منذ أيام قليلة عقد تيار الغد السوري مؤتمر، ويعني كان في كثير من الوقفات فيما أدلى به السيد أحمد الجربة رئيس التيار، وإشارات أيضا إلى رعاية المصرية، وثمت ربما ضمانات روسية كذلك الوقف إطلاق النار في الغوطة وحمص. يعني هل من تغيرات طرأت على هذه الخلفية، وكيف تنظرون إلى المشهد بصفة عامة في هذا الإطار؟ بداية مساء الخير وشكرا لك. يعني هو تأتي يعني هذه الاتفاقيات، يعني اتفاقيات الهدن، يعني ضمن في إطار العملية السياسية، يعني من أجل وقف الأعمال القتالية كأحد الآليات التنفيذية لوقف إطلاق النار كمقدمة للسير ب يعني مندرجات القرار 2254 التي تحدثت عن ضرورة الصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار والعملية السياسية. إذن نحن من الصعب أن نقوم بعملية سياسية دون وقف إطلاق النار. هي اسمها بالأساس، يتحدث الكثير عن الخروقات، يعني هي اسمها خفض التصعيد، لأنه يعني مسألة معقدة جدا، يعني المناطق متداخلة بين جماعات فصائل وقعت في القاهرة وقبلت بالهدن، بالرعاية المصرية، بالضامن الروسي، بالدور الذي قام به تيار الغد السوري. هناك جماعة تعرف في فصائل كثيرة، يعني احنا هناك فصائل يعني لم تمتثل، لذلك حالة عدم يعني الاتساق في المواقف يعني تجدها يعني لا زالت متواجدة. هذه الصعوبة لسبب سماها المجتمع الدولي، يعني وسمتها أستانا، هي مناطق خفض التوتر يعني كمقدمة، ولكن هي تعتبر إنجاز على صعيد يعني على صعيد تغير أو انتقال الملف السوري من حضنه الإقليمي الذي جربناه نحن كسوريين بصراحة، جربناه منذ 6 سنوات ولم يقدم لنا شيئا، بما في ذلك محادثات جنيف يعني التي كانت مجرد منصات إعلامية، وأيضا جاءت أستانا يعني مبادرة من كازاخستان. يعني احنا نقول ونشكر كازاخستان على هذه المبادرة، يعني يعني دور إلها يندرج في إطار عمل أي دولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة بأن تبادر في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكن للأسف أيضا أستانا فشلت. ونحن والكل سمع يعني عن مبادرة أكثر من 400 ناشط سوري يطلب أي تدخل لوقف نزيف الدم أو للسير في العملية، لذلك انتقل الملف بعد أن يعني استنزفت القوى السورية كلياتها، وأيضا يعني تبدى الدور الإقليمي بأنه دور فاشل، يعني بصراحة فشل يعني وأدى إلى كوارث، يعني كان الوقت من دم بالنسبة للسوريين بصراحة. لذلك بادرت جاء الدور المصري،
ليعيد الملف السوري إلى حضنه العربي، وأنا أعتبره بصراحة انتصار حقيقي للدبلوماسية المصرية، لأنه أنت عندما تتدخل، يعني يتدخل بلد شقيق مندرج في إطار أمنك القومي العربي، يعني بالتأكيد ستكون تداعيات. مصر لم تتورط في الدم السوري، ولم تتدخل في الدم السوري، ولم تصدر جهاديين، كان يهمها موقف الشعب، كان يهمها فقط يعني سوريا. لذلك كان الموقف المصري واضح، رغم بعض التجاذبات أو الدفع الإقليمي الذي يحاول يتحدث أحيانا بأن مصر تقف إلى جانب فلان. لا، مصر تقف إلى جانب الدولة السورية ومنعها من الانهيار. والدليل على ذلك أن الهدنة التي كانت برعاية مصرية، يعني هي هدن تفترق عن سابقاتها من الهدن، يعني على سبيل المثال هذه الهدن لم تقوم على طريقة التهجير التي كانت فيها أطراف دول إقليمية، والتهجير يعني تغيير ديموغرافي. يعني كنا نتخوف احنا من الهدن السابقة بصراحة، لم نكن يعني كنا نتخوف من أن تكون مقدمة للتقسيم. إذن أما الآن فالناس في مكانها، المقاتلون في مكانهم ضمن إجراءات تنفيذية واضحة رسمها القرار 2254 كعمود فقري للعملية السياسية. أستاذ محمد، الاختلافات الجذرية والهوة السحيقة ربما التي تفصل بين الحكومة والمعارضة السورية، أيضا ما يتكرس من مواجهات قد يعني تزيد حدتها بين روسيا والولايات المتحدة في الأزمة السورية، كيف لكل ذلك أن يعرقل من مسار المفاوضات وأي حوار مرتقب، يعني سواء في جنيف، ربما أيضا هناك في الرياض أيضا جولة من الاجتماعات أيضا في 15 من هذا الشهر وغير ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا برحب بدكتور محمد على أرض وطنه الثاني مصر. وإحنا عايزين نقول بس أن مصر وسوريا من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان دولة واحدة وكانت صح. دولة متحدة. إحنا ما عندناش جيش أول، كان الجيش الأول المصري هو الجيش صح. السوري في الخمسينات طبعا. في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا منذ بداية الأزمة السورية، منذ توليه المسؤولية، وقال نحن ضد تقسيم الدولة السورية، نحن مع وحدة الأراضي السورية ومع ما يقرره الشعب السوري. كان الموقف المصري كما قال دكتور محمد، أن الموقف المصري كان واضحا من البداية، ولكن أن التغيرات أو المحاولات الإقليمية بتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها من قطر وتركيا كانت تسعى إلى تغيير طبيعة ديموغرافية للشعب السوري، كان يعتمد على التهجير، على تطهير مناطق معينة بتهجير سكانها الأصليين من هذه المناطق من أجل الوصول لهدنة معينة، مما يسهل عملية التقسيم التي كانت من المفترض أنها موجودة في مخطط سايكس بيكو 2، هو تقسيم سوريا وتقسيم العراق وتقسيم ليبيا وتقسيم الدولة المصرية التي أجهضه الشعب المصري والجيش المصري في 30 يونيو. الهدن السابقة كان هناك اختلاف واضح تماما بين الأطراف الإقليمية في تعريف ما هي القوى الإرهابية على الأراضي السورية. لم يكن هناك تحديد واضح لأي من الفصائل الموجودة أيهما إرهابي. كانت مصر تعتبر فصائل محددة إرهابية، السعودية، المملكة العربية السعودية والدول الخليج كانت تعتبر فصائل أخرى وترفض تصنيف هذه الفصائل، الولايات المتحدة الأمريكية كان لها رأي معين في الفصائل، تدخلت تركيا من أجل القضاء على تقدم الأكراد، من أجل تأمين المنطقة الشمالية السورية والمنطقة الشمالية العراقية لمنع إقامة الدولة الكردية مما يخدم المصالح التركية. إذن لم تتدخل تركيا أو قطر من أجل مصلحة الشعب السوري، بل كانوا يتدخلون من أجل مصالح شخصية. قطر كانت تدعم الإرهابيين وكانت تدعم المسلحين الإرهابيين في سوريا بالمال وبالسلاح من أجل مرور خط الغاز الذي كانت ترغب قطر في تمريره عبر الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية ومنها إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، بغرض ضرب الاحتياطيات الغاز الروسية التي تسيطر عليها روسيا للاتحاد الأوروبي. كان هذا هو المخطط، وعندما رفضته الحكومة السورية بدأ افتعال الأزمات من أجل افتعال أو تقسيم الدولة السورية. حضرتك الحقيقة مررت على نقاط مهمة جدا، اسمح لي أني أتناول بعدها تفصيلا مع حضرتك ومع دكتور محمد. دكتور محمد، يعني أستاذ محمد أشار إلى قطر، إلى تركيا،
وأيضا تحدث عن الأكراد، وأيضا ربما يعني نضيف إلى ذلك أيضا الولايات المتحدة وروسيا بصفتهما أيضا يعني ملمحين صعب أن احنا نتكلم عن الأزمة السورية بمنأى عنهم. لو هنتكلم عن الدور اللي بتلعبه قطر واللي بتلعبه تركيا، لأي مدى يعرقلان يعني أحداث أي تقدم ملحوظ، وأيضا فكرة الربط بين الأزمة القطرية والسورية في ذات الوقت، حضرتك بتشوف في رابط بينهم ولا لا؟ الأزمة القطرية تقصدي أزمتها مع البيت الخليجي ويعني طبعا المقاطعة العربية مع قطر على خلفية تدخلاتها في الشؤون الداخلية العربية، وبالتأكيد منها يعني على سبيل المثال التدخل في الشأن السوري ودعم قطر للإرهاب. هو الشق الثاني من السؤال، يعني هو الأساس التاريخي يعني للخلاف بين قطر وبيتها الخليجي ومصر بصراحة. لماذا؟ لأنه المسألة أصبحت يعني ما طرحته الدول هو تتعلق بناحية واحدة، هي دعم قطر للإرهاب بما يهدد يعني بنية الدول في المنطقة وما يهدد الأمن القومي العربي والأمن الخليجي أيضا. لذلك هذا له مرجعيات بعيدة، يعني منذ اندلاع الصراع في سوريا يعني أخذت على عاتقها قطر أولا القفز فوق القوة المركزية في الخليج العربي وهي المملكة العربية السعودية، وأخذت أدوار بصراحة تنأى عن توجهات وطريقة المملكة العربية السعودية، دولة مركزية إقليمية وهي الشقيقة الكبرى في الخليج العربي، ودائما يعني الكلمة لها ولديها ثوابت واضحة في السياسة وبالتعاطي أيضا مع الشؤون العربية. لذلك كان تعاطي قطر أول خلاف كان يعني سبب هذا الخلاف الذي يجري الآن بما فيه خلاف 2014 الذي تم فيه سحب السفراء، كان بداية الخلاف هو محاولة قطر أن تقفز فوق محددات الأمن القومي الخليجي وتتعاطى مع الأزمة السورية تعاطي ينأى يعني عن طريقة يعني السياسات في دول الخليج العربي سواء الإمارات أو البحرين أو السعودية. لذلك أخذت قطر يعني منهج يتسق مع يعني مع تركيا. تركيا تبنت أيضا، سأعود لك تأصيلا أو منهجا منذ بداية الأزمة، دعم مكون واحد في سوريا وهو مكون الأخوان المسلمين، وهذا لا يخفى على أحد. يعني بالمقابل تبنت قطر يعني دبلوماسية الشيكات التي هي يعني مشهورة فيها، يعني هذا أدى إلى يعني كان في حراك مدني سلمي بسوريا مثل الحراك اللي حدث بمصر، ولكن الإشكالية هذا الحراك تم قتله لحساب حراك يعني برائحة إسلاموية تبنتها جماعة الأخوان المسلمين، نتج عنها ما يسمى العسكرة، ومن ثم فرخت هذه الحالة الإسلاموية التي دعمتها الأخوان المسلمين يعني جبهة النصرة وداعش التي تحولتا إلى خطر يهدد الأزمة السورية أولا ويهدد المنطقة العربية ويهدد العالم أيضا. لذلك أصبحت هذه الدول أمام موقف ضروري بأن تتخذه، لطالما حاولت هذه الدول أن تعض على الجرح، وأعادت بـ 2014 السفير القطري بعد أزمة قطع السفارات، ولكن عندما رأت أن قطر حتى بعد ذهاب يعني والده أنه ما في نوايا حقيقية لتغيير السياسة القطرية، لذلك كان قرار المقاطعة اللي حصل مؤخرا. طبعا أنا أرجع كل سبب المقاطعة هو للدور القطري منذ بداية الصراع السوري، وهو نفسه اللي ولد وفرخ الحالة الإسلاموية أو الراديكالية في المنطقة. إيه أكثر الأطراف اللي الرهان عليها بقوة في هذه المرحلة في الملف السوري، خاصة وأن كثير من المتابعين والمحللين يثمنوا بشكل كبير الدور الأمريكي والدور التركي والرهان أيضا على الأكراد بوصفهم يعني قوة قادرة على التصرف بنشاط وحزم في هذا الملف حاليا؟ يعني هو سؤال كبير. أهم الدول هي بالتأكيد هي روسيا. لماذا؟ لأنه روسيا تعمل بضوء أخضر أمريكي، يعني في اتفاق، يعني مهما اختلفوا الأمريكان مع الروس ولكنهم متفقون فقط يعني في سوريا. يعني لاحظي القرار 2254 اللي هو سكة الحل، وأنا دائما أضعه كسكة للحل لأنه هذه الدول يعني سوف تمتثل له، يعني أو هو الطريق أو خارطة الطريق
خارطة السلام في سوريا. لذلك روسيا طرحت منذ البداية، حاولت منذ البداية أن تطبق هذا القرار، يعني حتى لو كلف الأمر بالقوة، لدرجة أنها ظهرت يعني وكأنها تدافع عن رأس النظام، وهي لا تدافع عن رأس النظام، هي تدافع عن مصالحها في سوريا كآخر موطئ قدم لها في المياه الدافئة. عندما جاء ترامب، طبعا الست سنوات السابقة فترة حكم أوباما، كان أوباما يعني الإدارة الأمريكية تنتهج سياسة عدم التدخل في الانكفاء، والانكفاء الأمريكي كانت تتبع سياسة الانكفاء. هذا الانكفاء أيضا أعطى مد للقوى الإقليمية لأن تتصرف بالطريقة التي لاحظناها. عندما جاء ترامب وضع في أولوياته أولا محاربة الإرهاب، ومن ثم مناطق آمنة، ومن ثم العملية السياسية. ثم جاءت أستانا وطرحت روسيا بالاتفاق مع الأتراك مسألة مناطق خفض التوتر وتبنتها. يعني احنا لما نتكلم عن مناطق خفض التوتر هي تقريبا تعديل للمناطق الآمنة. إذن محاربة الإرهاب، مناطق خفض التوتر، إدارات محلية، إدارات محلية، ومن ثم العملية السياسية. هذا متفق عليه بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. والدور الأمريكي أو الضوء الأخضر الأمريكي اللي أعطته لروسيا حيد القوى الإقليمية بما فيها إيران وتركيا، يعني بصراحة الدولتين المعرقلتين للملف السوري، والتي لطالما انتهجتا سياسة يعني الصراع أو يعني تصفيه مصالحهما. ده خلينا نتكلم عن مجال الدفع قدما بالأفق السياسي أستاذ محمد. يعني في هذا الإطار، يعني هناك بعض الأطروحات بأن يكون في قدر الإمكان تناغم بين الدور العربي والدور الإقليمي في حل الأزمة السورية، وإلا يعني كل ما نتحدث عنه من جولات للمفاوضات سواء في جنيف في أستانا أو غيرها، العبرة ليست يعني بالدولة أو بالمكان اللي بيحتوي هذه المفاوضات، بقدر ما أنه هو يكون في بعض التغيير في المفردات اللي بتعرقل أن هذه الجولات تؤتي الثمار المرجوة في نهاية المطاف. أنا بس قبل ما هجاوب على سؤال حضرتك، أنا هاخد بس جملة قالها دكتور محمد وهو بيتكلم على الدور القطري. فعلا احنا عايزين نشوف من وقت ما بدأت المقاطعة العربية الأربع دول اللي قطعوا قطر، وحظر الطيران الخطوط الجوية القطرية في الأجواء العربية أو أجواء الأربع دول، عايزين نشوف ما هي الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على داعش في هذه المنطقة، والتي اختتمت اليوم بتحرير مدينة الحسنة آخر معاقل داعش في حمص. إذن منذ بدأت المقاطعة العربية لدويلة قطر، بدأ الجيش العربي السوري في تحرير مناطق كاملة في سوريا، نظرا لتوقف الإمداد القطري بالمال وبالسلاح عن طريق تركيا إلى الإرهابيين الموجودين في سوريا. يبقى المقاطعة القطرية أتت بثمارها في سوريا زي ما أتت بثمارها في ليبيا. بدأ الإمداد بالسلاح وبالمال إلى داعش في ليبيا في الانحصار، فبالتالي أصبح حجم العمليات التي يقومون بها داخل سوريا أو داخل الأراضي الليبية أعمال محدودة جدا، مما يثبت مدى تورط قطر وتركيا في الأزمة التي تحدث في سوريا. إذا أردنا حل الأزمة السورية يجب علينا أولا إبعاد الدور القطري تماما وإبعاد الدور التركي، وأن يكون كما نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون حل الأزمات العربية في إطار الأسرة العربية. قد يتدخل ضامن واحد وهو الضامن الروسي، وزي ما دكتور محمد قال أن روسيا لا تتصرف إلا بضوء أخضر أمريكي، لأن هناك اتفاق على تقسيم المصالح داخل الأراضي أو داخل مناطق النزاعات. إذا كان هناك خلاف بين روسيا والولايات المتحدة في العلن فهناك مصالح تتم في الخفاء. وهنذكر منذ أكثر من 3 سنوات كان هناك عداء كامل معلن بين إيران وبين الولايات المتحدة، ولكن كان هناك مصالح تتم في الخفاء بين إيران والولايات المتحدة، لأن إيران أو اليهود الإيرانيين هم أكثر مستثمرين داخل الدولة العبرية أو الدولة الصهيونية. إذا المصالح بين إيران وبين الولايات المتحدة لا يمكن إنكارها، ولكن حتى وإن ظهرت خلافات في العالم، فزي ما دكتور محمد قال إذا كان هناك خلافات بين روسيا وأمريكا على الدور الروسي فهي خلافات مجرد خلافات في العلن، ولكن هناك اتفاق من أسفل الطاولة بين روسيا وأمريكا على تقسيم الأدوار داخل الأراضي السورية. روسيا تحاول العودة إلى دورها الريادي داخل كقطب قوي أو قطب ثاني
داخل دول العالم كما كان الاتحاد السوفيتي في الماضي. هذا ما يحاول بوتين إثباته في الفترة الحالية. من الممكن أن يتم حل الأزمة السورية بتدخل مصري سعودي، ومش هنقدر ننكر تصريحات عادل الجوبير خلال الثلاث أيام الماضية عندما قال أنه لا حل للأزمة السورية إلا ببقاء بشار الأسد ولو لفترة انتقالية، وهو تراجع كبير جدا في الموقف السعودي من الأزمة السورية. كان الموقف السعودي منذ أكثر من شهرين يصر على ضرورة رحيل نظام بشار الأسد، ولكن هناك الآن هي المواقف اختلفت مش بس عربيا ولكن أيضا دوليا، يعني حتى الولايات المتحدة النبرة المتشددة اللي كانت بتتبناها في السابق اختلفت بشكل هنا نحيي الدبلوماسية المصرية. الدبلوماسية المصرية بذلت جهدا كبيرا جدا في جميع دول العالم من أجل توضيح حقيقة ما يحدث داخل الأراضي السورية، وأن ما يحدث هو محاولة لتكوين نظام إسلامي متطرف داخل الأراضي السورية مما يهدد أوروبا وأمريكا. وبالتالي أصبح هناك مجالا للتراجع في الولايات المتحدة وفي المملكة العربية السعودية ودول الخليج من ضرورة رحيل بشار. لا يمكن لأي دولة أن تقرر رحيل رئيس دولة أخرى، يجب أن يكون صاحب هذا القرار من داخل سوريا، هو الشعب السوري فقط. صحيح، يجب العمل الآن على حضرتك كمان في جزئية مهمة جدا كلمت فيها، ويعني طبعا نشرك معانا دكتور محمد، توزيع الأدوار وتقسيم المصالح الدولية وتضارب المصالح ربما في بعض الأحيان، وده بنشوفه بين تركيا والولايات المتحدة، بين الولايات المتحدة وروسيا، وربما يعني أكتر من كده حركة يعني قد تكون أبلغ من يحدثنا في الموضوع ده. ما هي الضمانات حتى لا تدفع سوريا ثمن يعني هذه التوازنات في القوى، أو يعني هذه التأثيرات للمصالح أيا كان توصفها من وجهة نظر حضرتك؟ ما الحراك المطلوب في هذه المرة؟ طبعا هي كانت الإشكالية الأكبر بالملف السوري، أكبر إشكالية هي طبعا والتي استنزفت أو أطالت أمد الصراع، هي وجود الحالة الراديكالية الإسلاميين. هذا قولا واحدا، يعني هو من أطال، يعني إحنا من 2012 تزامن حمل السلاح مع أسلمة الحراك السوري. هذا الموضوع تبنته بالتأكيد يعني تركيا، وكان الدور الأكبر لتركيا، وتركيا حتى فترة وجيزة منذ أشهر يعني حتى لفظها يعني بعد زيارة تشيرلسون إلى تركيا، حتى لفظ أردوغان بأن جبهة النصر جبهة إرهابية، وحدث الاتفاق بعد ما يعني بعد الأمريكان استطاعوا أن يضغطوا على تركيا بدعم الأكراد وبتحييد تركيا عن مناطق تحرير داعش ودعم الأكراد أكثر بالأسلحة. أصبحت تركيا تتخوف كثيرا، طبعا فوبيا الأتراكية من الكرد فقط، لذلك انقلب التوجه التركي، انقلب من كان يملك حالة ثورية لا تحيد عن مسألة إسقاط رأس النظام إلى موقف جديد يقوم بالاعتراف بأن هناك مرحلة انتقالية يكون فيها يعني موجود فيها، وهذا التحول طبعا هذه الصفقة جرت بعد معركة حلب، وسحبت تركيا فصائلها المدعومة في حلب واستحوذ النظام على حلب التي تعتبر نقطة تمحور رئيسية في تاريخ الصراع السوري، تبدياته نقرأها الآن بجميع المواقع. في الواقع دكتور محمد احنا زي ما اتكلمنا ان في تحديات كتير، ومنها طبعا الاختلاف الكبير اللي بين النظام والمعارضة، ايضا انقسام المعارضة واحدة من العقبات الكؤود يعني أمام إنجاح أي جولة من المفاوضات. هل في مجال للحديث في هذه المرحلة عن معارضة موحدة يمكن أن تشكل واقع جديد قد يجعل الجولة القادمة من المفاوضات مخالفة لسابقتها من المفاوضات للأسف لم تؤتي النجاح المرجو؟ طبعا اختلاف المعارضة دعيني أقول لك سببه يعني الكلام الذي تحدثت به قبل قليل، يعني تشتت المعارضة سببه أنها يعني تبعيتها لجهات إقليمية وتبعيتها لهذا الراعي وذاك ولهذا الداعم وذاك، لذلك أغلب رؤية المعارضة السورية يعني لا تجد يعني رؤية المعارضة السورية هي مرتهنة بصراحة برؤية من يقف وراءها وبمن يدعمها وبمن يمولها. يعني أعطيك على سبيل المثال خمس جولات من التفاوض كلها كانت تتحدث يعني تذهب
برؤية ما تريده تركيا بصراحة. يعني دعني أقول لك، يعني كانت المعارضة السورية حتى آخر جولة من المفاوضات تأتمر يعني معلش بعنصر صغير من المخابرات التركية. هذا كلام يعني لازم نقوله. يعني الآن اختلفت الأمور، يعني يبدو بأن هناك توسعة جديدة، ونحن تحدثنا كثيرا عن إشراك جميع القوى المعارضة في سوريا وجميع القوى الوطنية الديمقراطية، وعدم إعطاء المعارضة شكلا يعني تفوح منه رائحة، يعني الرائحة يعني مكون واحد يعني أو هيمنة الأخوان المسلمين على المعارضة. لذلك الآن يجري نقل يعني تدريجي، يبدو الأستاذ يحب نقل تدريجي للملف السوري بتوسعة الهيئة العليا للمفاوضات بحيث تكون ذات إطار وطني وتسير نحو حل أو حوار سوري سوري حقيقي وليس بالتأكيد برؤية داعمة. سمحني دكتور محمد نأخذ تعقيب من أستاذ محمد ونختتم به لقاءنا. تفضل. أنا بس هعلق على الفصائل المعارضة وعدم اتحاد الفصائل المعارضة. دعنا نتفق أن كل من يحمل السلاح وكل من تسبب في إراقة دم الشعب السوري يجب أن لا يعتبر من المعارضة. يعني لو حضرتك متفق معايا يا فدي النقطة، كل من حمل السلاح يجب أن يستبعد تماما من المفاوضات القادمة من أجل الشأن السوري، ويجب أن يتفق المعارضون السوريون السلميون على أن هذه الفصائل. السؤال بيسأل كثيرا، يعني هل يوجد الآن ما يمكن وصفه بالمعارضة المعتدلة في سوريا؟ هو المعارضة المعتدلة نقدر نصنفها هي كل من لم يحمل السلاح ضد الشعب السوري وطالب بالحل السياسي. وطلب بالحل السياسي، ولكن كل الفصائل التي حملت السلاح من جبهة نصرة إلى أحرار الشام إلى يجب أن يصنفوا فورا من جميع الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن السوري كجماعات إرهابية، تستبعد من الحوار، تستبعد من أي حلول لهدن في الفترة القادمة، ويجب التعامل معها كمنظمات إرهابية تحاول تفتيت الأراضي السورية إذا تم ذلك في الفترة مهم القادمة. مهم جدا الحزم والحسم ووضع هذه الخطوط الفاصلة. جملة أخيرة من حضرتك يا دكتور نختتم بها. جملة أخيرة، يعني ننطلق من هذه اللحظة يعني ومن عودة الملف إلى حضن المصري، ونتمنى بصراحة دور عربي أكبر ينطلق من مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية، إلى جانب المحور الذي أخذ موقف حازم من محاربة الإرهاب، بأن يعني تتبنى الجامعة العربية الأزمة السورية، وبأن تعود هذه الأزمة إلى حضنها الحقيقي. وهو دور العربي المنشود اللي يرقى إلى جسامة الأحداث اللي بتشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسطية بصفة عامة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي وعضو تيار الغد السوري، شرفتنا. وجزيل الشكر أيضا للأستاذ محمد العزبي المحلل السياسي والاستراتيجي بالمركز العربي الأفريقي. جزيل الشكر لكم. أشكر لحضرتكم حسن المتابعة. لقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد مع شؤون عربية. إلى اللقاء.